البنات عندنا درس جديد. عندي قميجه قصيره، ماشي قصيره، طويله ياك، عندي راه طويله ان شاء الله، مولاتها طويله ياك، مولاتها طويله وعامره، مولاتها طويله وعامره، يعني غادي تخصني شويه كميه الثوب. غادي نحاول نشرح لكم داكشي اللي شرحت لكم في الطويات ديال الثوب في الاول، غادي نعاود نشرحو دابا ياك. نوضي من تما انت، نوضي 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 نوضي، ما يبان لك تما حتى حاجه، كيبان لك مزيان، كيبان لك مزيان، واخا واخا. يلا بسم الله غنبداو. اول حاجه نيات اللي وريتكم قبيله ديال الطريقه ديال هذه القميجه. بالنسبه للقميجه كي دايره البنات، مسدوده من القدام ومن الخلف وفيها باس بوال. هذه راه حتى هي حنا هذه كنقول لها الصديفات ديال البنطه، تتكون التقطيعه هذه سهله، ولكن باش ديري تقطيعه هنا وما يكونش لتحت محلول اللي كتكون صعيبه، كيكون فيها كنقولها حنا ديال المرض ديال الشق ولا صافي. يلا غادي نوريكم الطويات اللي عندي الحق انني ندير بهم هذا الموديل. هذا اول طويه، هذا الشيء الا كانت الكليانه ضعيفه، اشنا هي؟ كانتني اش العرض، كانتني العرض، العرض هو مترونس. زعما قتلتوني البنات الصغار هما اللي جالسين في الكرسي والشارفين، والشارفين وقفوا، الشارفين وقفوا، البنات زعما صغار. كانتني العرض على جوج، وكانتني اش كانتني على اربعه. وغنبدا من هنا، هادشي اللي شرحت لكم قبيله البنات في الباترون، كنبدا من هنايا. امتى؟ الا بغيت الامام والخلف مسدود، وكانت الكليانه عندك مريم البافي، وكانت الكليانه ضعيفه ياك، كانت الكليانه ضعيفه. سولتيني قبيله قلتي لي على حساب العرض، حنا اصلا الموديل راه داير هكذا، يعني هنا واخا فيه 35 ولا 36 ولا شحال، ملي كندير ديك ديال هاد كيعطيني العرض الصايل تحت، يعني ما عنديش مناش نخاف. غير واحد الحاجه، خاص الكليانه ما تكونش غليظه، ما يكونش عندها لي هونش، لي هونش ماشي السدر، غير لي هونش. يعني الكميه ديال الثوب ديال لي هونش خاص بعدا الا دار مثلا هنايا يكون مثلا الحوض ديالها قد هكا، ويعطيني واحد الفرق. ماشي هي في لي هونش كتلبس 35 وفي العرض ديال 35، لا ما غاتجيش القميجه زوينه. ها الطويه الاولى، ندوزو للطويه الثانيه. الطويه الثانيه البنات شنو هي؟ وكتاكل ليا شويه الثوب، هي كنخدمهم بجوجهم مسدودين، مفهوم؟ كنخدمهم بجوجهم مسدودين. غادي نبدل الوضعيه ديال الثوب، كنخدمهم بجوجهم مسدودين. اش كندير؟ كنطوي طول ها الطول. اشنو هو الطول؟ الطول هو اش؟ هو الكميه ديال الثوب اللي كنشريو هي الطول. اما العرض هو مترونس، مترونس ولا مترو 13 ولا، كنطوي طول على جوج، وكنشد البلاصه المحلوله كنوليها جهتي، والبلاصه المسدوده هي اللي كنخلي تم، وكانتني 40 الكسوه. القميجه ما تفوتوش ليا فيها 40، علاش؟ 45 البنات كنديرها في التحت، اما الا درتي 45 في القميجه الفوق راه غتولي لا علاقه. صافي البنات، القميجه حتى الركبه 40 كافياكم. اش كندير؟ كنعبر هنا 40، وهنا راه مسدود، راه بطبيعة الحال يعطيني، فهمتوا كيفاش؟ هنا غيعطيني الامام والخلف، وهاد البلاصه هادي المسدوده راه هي اللي كتنع على جوج وكتعطيني الكمام. حنا اش غنديروا؟ المهم نقدروا نخدموا بهاد الطريقه، نخدموا بطريقه اخرى. كاينه طريقه اخرى غنرجع نخدم بها هادي، صافي، حيت الاخرى راه خدمنا بها في الباترون. الطريقه الاخرى اشنا هي؟ هي هادي، هادي صراحه زوينه، كنديرها انا حتى في الكساوي ديال البنات. كنخدم كنتني العرض على جوج بحال هكذا ياك، وكندير الظهر كنفصلو في البلاصه المحلوله. ولكن اشنو اش كيوقع ليا؟ كتجيني خياطه في الظهر، كتجيني خياطه في الظهر، كيف درت لكم في الباترون ياك، كلشي فاهم، كلشي فاهم، كتجيني خياطه في الظهر، والامام كنفصلو في البلاصه المسدوده. صافي، اش نجي اش بان لكم نديرو هكا كيف الدرس، ولا ندير الطريقه الاخرى؟ شوفوا نتوما شنو يعجبكم. ندير هادي، سير الله يسخر. يلا غادي نشد الثوب ديالي وغادي نثني على زوج، عطوني الفنيت، عطوني فنيتي، فنيتي ولا فنيتكم ولا ما حضراش كانت تكتب، كنا نعير شي وحده وتكتبها تما. عندي البنات دابا اللي كيتفرجوا فيا في اليوتيوب، دوك اللي كيقراو عن بعد، كتصور ليا الورقه هامره بالكتابه، كنقول واش انا هادشي قبل قلتو؟ يلا غادي نسد هنا بالفنايت، ضروري يا البنات دائما هاد البلاصه المحلوله
كتسد بالفنيت. الفنيته اللي ما عندهاش الراسه البنات بداو يلوحوها ياك. ملي تشوفوا الفنيته من بعد تدخل لكم الكتب تعرفوا راه ما عندهاش الراس بزاف. هاد الصغيورين هادوك تقريبا انت وزهرك في الكرتونه فاش كطيحي اغلبيه ما كيكونش عندهم الراس. الطوال غير هادو الخاصين شحال قد في هادشي. يلا بسم الله. الشعيبيات مترو طباشير شغل ناري الله يبت قرونكم لا اله الا الله. اشنو غندير؟ غادي نجي لهنا وغادي نعبر طول. الكليانه بغات 113، الكليانه بغات 113 باش نجبد لكم انا تبارك الله راه طويله. الكليانه بغات 113 يعني غندير ليها 115. غادي نزيد جوج سنتيم وغنشدها وغنسطرها. عطوني عطوني هادي هاديك اللي معلقه تما المثلث، غنوريكم المثلث علاش. غنقاد الخط انا، غنقاد الخط. شكون معلقه تما استاذة؟ شكون في المسابقة هكا هكا المثلث البنات ياك بس زوين كتقدي بيه. ها زاوية قائمة. المهم انا راني مجتهدة مازال. راه قدينا الخط كاينه بعد الخطرات دابا الخياطه اللي كدير هاد كيجوك الكتاف كتقولي انا عندي المشكل في الكتاف. المشكل من هادي مثلث شريف خمسة شحال داير هذا؟ 260 ولا شحال 300 ولا شحال 260. انا كاع ما كنخدم بهادو غير نشريو وصافي. سمعتي كديري بحال هكا كتقدي هذا مع الخط وهذا راه كتقديه هكا صافي صافي انت. يلا غادي نبدا من هنايا. اول حاجه اش غندير؟ غنطرسي واحد سنتيم، غنطرسي واحد سنتيم. شتوني انا راه علاش كنطرسي كتبان لكم هنا ثلاثة ولكن راه كنطرسي غير واحد، بحال قلتي كنطرسيها من ثلاثة لجوج. المهم كنطرسي واحد سنتيم ديال اش؟ ديال الخياطة أبار أبار الحاشية. باش ما يخلقكمش طرسيت انا واحد سنتيم وغنبدا الخدمة ديالي. اش قلنا؟ غندخل بشحال؟ غندخل بثمانية. علاش 8؟ خلينا نسمع السيدة كليانة عمر كنهبط بجوج وغادي نقور صافي. الكليانة عندها 42 في الكتاف شحال غنحط؟ 21. 21 منين حطيتها؟ حطيتها بلا بلا ديك واحد سنتيم، بلا ديك واحد سنتيم، بلا ديك واحد سنتيم ديروها بحال نسوها صافي. حطينا الكتاف مقسومين على جوج غنهبط بشحال؟ غنهبط بثلاثة وغادي نطيح الكتاف. خدمي انت مركزه هنا كتبان ليا كتركزي ما بان ليا مركزه. عندها في ارتفاع الامام 42 بحال داك الشيء بانيت لي كيجمعوا داك الشيء في الصاعق طاح لي ورقي شفت داك الشيء كيف كنهبط 42 شحال عندها؟ عندها 42 في ارتفاع الامام غنشدو غنسطرو. اغلبيه كيجوني الاسئله على ارتفاع الامام واش دائما كتكون فيه 42؟ ماشي ديما كيجو 42 ماشي ديما 40 على حساب على حساب الصدر ديال المراه. هكذا كاينه المراه، كاينه المراه اللي كتكون غليظه ياك. انا كأنا اغلبيه كتكون 39 40. كاينه المراه اللي كتكون غليظه، انا غليظه ولكن ما عنديش الصدر يعني ارتفاع الامام ديالها يكون صغير. كاينه المراه اللي كتكون رقيقه ولكن عندها الصدر ارتفاع الامام ديالها انا غلط منها ولكن هي عندها الصدر يعني ارتفاع الامام هو اللي كيدير ليا هكا السنتيم على حساب على حساب الصدر ديال ديال الكليانه. هبطنا ب 42 سطرنا اش غنحط عليها؟ الدوره ديال الصدر. بالنسبه للدوره ديال الصدر البنات كنخدمها بهذا هذا العجيب هذا ياك. بحال دابا البنات اللي ساكنين في الباديه وداكشي يكون عندك غير سنتيم والطباشير والمقص وبطبيعه الحال من الماكينه. الماكينه راه تقدري كاع تلغيها ياك تقدري تخيطيها باليد ياك اولا. كنشد واحد نموذج جايه مسكينه كتخيطها باليد. كنشد واحد كندي عند 129 وعندكم المترو يتقلب ليكم، عندكم المترو يتقلب 129 129. واحد الحاجه البنات واحد الحاجه ردوا لي البنات ياك واحد الحاجه مزيان. دابا قلت لها انا 129 هي قالت لي 131. اول حاجه كنرد البال ياك باش ما يتخلطوش ليك الصدر مع الحوض. وثاني حاجه اللي مهمه ماشي كتكتبي، عطوني شي كتاب عطوني شي كتاب. ما عرفتش شنو هو كتابي ديال العبر. وقعت لي انا واحد الخطره ماشي هو هذاك ولكن ري لي هذاك الكتاب راه خاصة الكتاب ديال العبر كيكون صغير ومع كيكون من فوق وداكشي. مثلا كتكوني انا اغلبيه الكتب كتكوني دايره ليدك ديال هاد. شوف
باش تعجب ياك. واش كدير ديك الورقه كدور ما كتشوفيهاش كتمشي كتشوفها كتشوفها بار اخر فبقيتي خدامه على عبار ديال شي كليان اخرى باش فكيتيها باش فكيتيها في الكوميساريه ياك. الحمد لله جات بنت خالتي عادي تصوري الجلابه بزاتها هكذا يعني ملي كتكوني مثلا غلطه في العبار اغلبيه يا اما كتجيك الجلابه كتجيك العبايه يا اما كتجيك لاصقه ولا كتجيك عريضه. ملي كتديري اللي كنيانا البياسه وكيديروا يديها ها وما كيدخلوش كتعافي راسك كفرتيها كتعافي راسك بانه العبار دار ليك فهمتوني. ردوا البال ملي تكوني ها اييه ملي تكوني خدامه ديري هكذا وحطي عليها شي حاجه والما تقوليش ليا السميه ضروري السميه كتلفني ضروري السميه كتلفني ولا ديروا بحال هكذا ديروا كاع نتوما بحال هكذا شدي مثلا العبر ديال الكليان وحاولي نقليه في ورقه ياك ولصقيه بحال هكذا احسن كيديروا الناس الواعرين انا ما نمشي الناس الواعرين والله العظيم وكتلصقيه بحال هكذا بالمسقي ولا شي لعيبه وكتبقاي خدامه وانت كتفصلي وانت خدامه وكتاسفيه وكتشوفي. انا هاد الايام كيما قلت لكم شطونه كتجي الكليانه كنكتب لها العبر وكنجمعوا لها مع ثوبها ولكن الا صافي هكا تسالي كنلوح العبر صافا البنات. يلا قلنا عندها 129 غنشد واحد غنحطو عند 129 غنرخينا وغنشد في الوسط شحال عطاني غيعطيني 5 64 ونص غنحسب لها 65 غنعاود نشد 65 عاوتاني وغنحط عليها واحد بحال هكذا وغادي نرخي هنا وغادي نشد هنايا عطاني 32 ونص يعني 33 انا غنخدم لها ب 34 33 زائد اش زائد واحد ديال الخياطه هي 34 علاش قلت لكم انا قبيله السيده راه عامره هاد 34 البنات شنو غندير ليها؟ غنطلعها ونحطها الفوق وبطبيعه الحال واحد الخياطه ما تمسوش واحد الخياطه راه ما كنحسبش انا منه صافي وغادي نسطر غنسطر هاد الخط هذا على قبل باش نحط عليه التركيز بالنسبه للتركيز ركزوا معايا هذا راه التركيز راه ما سمو التركيز تعرفوا خصك تركزي بالنسبه للتركيز اشنو غندير القاعده التركيز اشنا هي اشنا هي القاعده ديال التركيز كتف زائد واحد اي الله يكمل بالخير تجي عندك الخيار ودير لها كتف زائد واحد ياك مقسومين على جوج زائد جوج كنشد الكتاف مقسومين على جوج زائد جوج باش حنا نحيدو دوك الحسابات كتجي لكتوب الكليانه وكتعبري شحال درتي ليها في الكتاف درنا ليها شحال 21 21 شحال نزيد ليها جوج في الكليانه غليظه هي شحال بعطيني 23 وكنحط واحد ماشي في الفوق هنا ثلاثة ها هنايا وكنقلب على 23 في هذا الخط هادي كنقلب على 23 في هذا الخط ها هي شفتوها كيبان لكم زهره مزيان صافي وغنديروا ديك اللعيبه ديال اسمو غادي المستطيل عطوني كاين ماشي مستطيل اللوح ديالكم واخا هادي هادي انا ما كندكمش انا ديروها ولكن ولفتوها انا ديال ما كنديرهاش ها نتوما اللي كديروا درتها لكم مره وعجبتكم صافي درت مستطيل ها هو صافي هذا المستطيل كنطلع عليه بواحد العدد اللي هو مثلا ديروا ليا 5 5 5 5 كتجي صراحه كتجي زوينه واش كديري وكتقوري بحال الشكل ديال القاعده ها هو كيعطيني التركيز زوين بلا تماره بلا حتى حاجه ما تمنى تشوف هذا كيتنفخ صافي البنات اشنو اخر غنزيد 15 لا جوج وغادي نجي ندي هادي لهادي تا 15 نهبط بها ماشي مشكل صافي علي هاد القاعده هادي ضروريه كندخل بجوج ديال السنتراج كنعاود نهبط بشحال 15 هاد 15 البنات واش قاره ولا قاعده قاعده كتبدل على حساب على حساب على حساب العمر بنت صغيره على حساب البنت قداش على حساب العمر ديال البنت كتنقصي ماشي شويه كتنقصي نيت كاين بعض الخال كتهبطي ب 9 و 8 كاين بخال كتهبطي ب 12 13 11 على حساب على حساب العمير ديال البنت حيت عليها انايا ولا 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 على الخياطه على حساب انايا دابا على قياسي من هنا لهنا اللي هونش ديالي هو قياس البنيه من العمر شفتوا كيفاش راه دابا هذا القياس هذا شنو هو خصنا نعبروا المهم هو صافي كتهبطي ب 15 صافي يلا دابا هاد 15 كنطرسيوها وكنحطو عليها دورة الحوض عندنا 131 131 غنقسموها على 4 وغنزيدو لها واحد فكروني البنات الخيط هادي خدمة
131 كنقسمها على جوج عطاتني 66 65 ونص غنعاود نقسم 66 على جوج عطاتني 33 33 علاش قريبه الاخرى شحال عطاتني هذه عطاتني 30 الاخرى 33 حنا غنديروا 34 حيت اصلا ما عندهاش ولا نديروا 35 صافي نديروا 34 بارك عليها. علاش قلت لكم انا قبيله احنا وصلنا للنقطه اللي قلت لكم قبيله دائما كنديروا التناسق هاد الكليانه هاتي عندها قد الصدر قد الحوض ياك الصدر العبار اللي عطانا الصدر عطانا هذا اشنو غنديروا غادي نزيد داكشي اللي عندها في الصدر غنزيد عليه في الحوض المهم انني اللي مهم عندي هو انه هذا يكون فايت ليا الصدر صافي وغندي هاد النقطه اللي عند هادي بطريقه دايره صافي دوا بطريقه دايره بما انه السيده عندها هنا 34 يعني هنا غادي ندير ليها اكثر من 40 صافي فهمتوا كيفاش القضيه صافي غندير لها 45 صافي درت لها 44 بديك واحد داسمو درت لها 45 وشوفوا دابا كي غتجي 45 هان كي جات متناسقه ماشي انايا عندها هي 35 وندير لها انا 40 غيكون ما يجيش داكشي هو هذاك صافي غادي نطلع ليها هنايا بشحال 30 غنشدها من التحت حيت تبعوج وغندخل هنا 30 البنات راه ماشي قاره مهم على حساب ما نديرش 30 كامله كثيره بحال هكا صافي درت 30 في 20 صافي وغادي ندور شوفوا ها انا راه ملي كنبغي ندور راه ما كنجيش للنص راه كنبدا تقريبا من هنا باش نقاد التقويره ديالي شتو المهم كديروا ليا التقويره تكون مقاده وصافي يلا هذا دابا البنات شنو هو هذا الخلف يلا عطوني نقص قصي صافي كنقطع بالنسبه للبنات القطيع حتى هو راه عنده قواعده بحال دابا عندي هنايا هاد التقنيته هادي راه ما كنجيش هكا وندور لا غادي نفوتها بواحد شويه علي كنجيبها هكذا باش تجيني تجيني التقنيته مقاده ها هو عندي تقنيته اخرى عاوتاني هنا كنخرج واحد شويه وكندور ودائما الكري راه ما كنديروش الكري ما كنطلعوش كنخليه لداخل هاد النقطه تاعي ردوا ليها البال اشنو غندير ليها شوفوا دابا هادي انا غادي نحافظ عليها علاش هادي هي نقطه فاش غيتلاقاو ليا الالتقاء فاش غيتلاقاو ليا النور مع القدام دابا هذا ياك ما يمكنش غادي نهبط الخياطه حتى لهنا صافي هاد النقطه فاش غادي تحبس الخياطه صافي ما تبقاش مازال تهبط ليا الخياطه حتى لتما يلا غادي نهز داكشي علاش انا قلت لكم ديروا الفنيت غادي نتني هذا على جوج بحال هكذا وغادي نجر الظهر الامام دابا راه درنا العكس ياك دابا الظهر غنجي فيه خياطه في اللور كتجي واعره الخياطه البنات كتجي زوينه في العبايه في كل شيء هذا الموديل ممكن انني نديرو عبايه ما نديروش نديرو عبايه بالصيف ممكن نديرو بالسروال كما ديرو بالسروال ديرو اللي عجبكم نتوما ابدعوا السروال كيهز متر ونص والفوق كيهز جوج متر ولا متر ونص صافي على حسب دابا شوفو نتوما في الاول البنات كان بحال هكذا ياك دابا غنقلبو في الاول كان هنا الجلال دابا غيولي الفوق لتحت الجلال وغادي ندير بحال هكذا بغيتو تخرجوا سنتيم الخياطه خرجوه ما بغيتوش ما تخرجوش شوفوا فيا عرفت انا حطيتو هكذا ياك حطيتو هكذا السيده غليظه شوفوا هذا فين تحط يا ربي السيده ما تفرجش في هذا الفيديو تقول لي ملي بدا الفيديو انت كتعايري فيا هذا تحط ليا فوق من الطبله وهذا تحط فوق من الطبله يعني اش كندير كنبدا كنهبط كنبدا كنجر حتى تيولي يجيني هذا فوق من يجيني هذا يلقى خويا يلقى التوب ديالو اييه دابا مزيان صافي البنات كنخرج ليا شويه داك صافي حاولت انني نخرج هذا ماشي سنتيم اش خرجت الحاشيه خرج الحاشيه حيت الحاشيه انا راه ما غاديش نخدم بها نورمالمون خصني نقطعها داكشي علاش غنخرجها صافي وغنقطع خو بحالو
كيخلاف عاسما ديك مدموب حتى يجيك نزيد دائما كنفك كنفك الطفل الكبير باش ما يجرش ليا الثوم صافي وغادي نجي لهنايا انا شوفوا هنا راه نحاول اش درت درت واحد التقليده ياك وردوا البال هذا باش ما يهربش ليكم راه بعد خطرات بعد خطرات هذا كيتجر وكيبقى داك التحتاني غنوريك كل واحد كتصوروا الاسئله زوينين قالت لك لا لا اسمع لا لا مشهوره قالت لك الا بغيت نقص الامام الا بغيت نقص الامام مين غنقص الامام يجا كيفاش نقص الامام طالع اول حاجه الا بغيت مثلا نقص زوين هذا الموديل تاع هو زوين غنديرو معكم دابا ما نقطعوش الا كنت باغا نقص الظهر دائما هو اللي كيجي الطويل ماشي الامام ما ديروش ديال الامام بحال دابا فين هو فين هو فين هو دابا الامام المهم دابا اللي مهم عندي هو هاد النقطه هادي هادي هي النقطه فين هو دابا الظهر هذا هو الظهر الظهر هو الطويل ياك الظهر هو الطويل غادي يمشي للامام الامام هو هذا اشنو غندير ليه هاد النقطه كنحافظ عليها ياك وغادي يمشي وغنديرها كنقص من هاد المسافه هادي هذا كملو غنقطعو ولكن هاد النقطه ما تفللتيهاش علاش باش منين نجي نبي نخيط كنجي حتى لهنا غيجيني مقاد هاكي غيجيني دابا تخيلوا معايا غنبي بباباه ياك هو هذا ملي غادي نخيطو هاكي غيجيني يجيني هكذا ها يجي بحال هكذا صافي هذا غيجي طويل وهذا غيجي قصير ولكن هنا خصهم يكونوا قد قد ما عندكش الحق شوفي فيا ما عندكش الحق ياك ديري هكذا ما عندكش الحق ديري ليه ها لا ملي غتجي تبي تخيطي ملي غتجي تبي تخيطي غتلقاي هذا ناقص وهذا هابط يعني هاد البلاصه هابطه ما كاينش كيديري تتفينيها كنتمنى تكون المعلومه وصلت ولكن انا غنخليه طويل غنحيدو الظهر بطبيعه الحال مسدود ها هو ما غنمسوش الخدمه اللي غتكون عندي هاد ما تكون عندي في هذا هذا دابا راه امن الظهر راه عيط خيط قد التوب ديالي عطوني عفاكم شي قلم ستيلو سهل هنايا يلا حاولي زوما مريم شويه صافي يلا ردوا البال هنا كنقسم على جوج وكندخل بجوج وغندير ها نديروها بسمو هنا ما كنمسوش وهنا ما غنمسوش هذه بالنسبه للتحفيره غنحيدها بالنسبه لهنا كنهبط بخمس بخمسه 15 ياك وكان رد البال على حساب باش ما ناكلش في الكتف اغلبيه البنات كيقول لك الكتف واحد كيجي صغير على الاخر على حساب هذا الديفو هذا غنوريكم علاش ردوا البال البنات لهاد النقط هادو راه هادو اقسم بالله ما تلقاوهم في بلاصه اخرى غنقادو صبري نقادو هذا ونقادو الاخر ملي كنبغي نقطع كندخل ما كنمش هنا ياك ها الاولى شوفوا شوفوا ملي غنخرج ها ها ما غنمش هنا ما غاديش نقطعو هنا ما غنمسوش علاش الا قطعت مثلا هكذا اشنو ملي غنجي نبي نمونتي الكتف غيجيني هذا الديفو ديال اسمو هاد الديفو الاخر هنا البنات ردوا البال من هادي هادي حتى هي ما تقطعوش ما تقطعوش ليا هكذا سمعتيني ما تقطعوش هكا كتقطعي ها كتدخلي بالرويس ديال المقص عند الكتيف وكتكوري ديك الساعات داكشي اللي بغيتي الكتف انا ما مسيتوش نهائيا الكتف ما مسيتوش عندي التراساج غندوزو دابا التراساج التراساج هنا كنحاول انني نديرو بالستيلو بالنسبه للتراساج ديال ديال الباسبوال اشنو غندير ردوا البال البنات عندكم تعوجوها ليا عندكم تعوجوها ليا هادي كندير لها بحال هكا شوفوا هاد علاش درت هكذا دابا عليه وقفتو والله ما كنشوفش والله غتقطعيه ما قطعاش انا دروك مازال ما قطعاش نورمالمون هادشي راه خصو يدار هنايا يدار في فاسمو غيدار في الوجه غيدار في الوجه
العلام ني وي راه هذه هي شي حاجه جديده معلومه جديده قادو عليا الوسط الا درتوها هربانة على الوسط راه غادي تخسر ليكم صافي مزيان الفنيتات لا بلا فنيت عطوني طباشير البنات شي طباشير زوين ناي خلي 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 ها كان هنا ها علاش كنركز انايا شي طباشير شي بيض شي شي كحل شي لون شي عجب صفر يلا غادي نعبر غادي نشوف انا الثلاثه بغيت الصديفات غندير ليها 24 كافيها ندير لها 23 صافي ها 23 يعني هذا هو الحد مابينش هذا مزيان غندير لها هذا هو الحد ديال الصديف ياك وغادي ندير ها بحال هكذا يعني غنقلبها باش كنبين الوسط كنبين الوسط يلا دابا غادي نطرسي هكذا وغادي اول حاجه كندير هذا مع المنتصف ديال العنق وكنمشي بهنايا تقريبا جوج سنتيم وجوج سنتيم بحال هكا نمشي هنا بجوج سنتيم وهنا جوج سنتيم وكنخليه صافي شويه عليه حيجي لا لا ما تقطعيش لا انا ما كنقطعهاش غادي نجي للامام ياك وغادي نعبر التركيز ديالو وقفتوها لي قول بدكم دابا راه نديرها لكم يلا نرجعوا قعدوا عندي هنا 30 نقص منها واحد بقى لي 23 غادي نشد هذا وغنتنيه بحال هكذا ياك غنتنيه بحال هكذا وغادي نمشي فين هو الظهر غير بشويه هذا باش ما يتمسحش لي عافاكم داك الكري اللي فيه ما فيا اللي عاود يطرسي وغادي نجي لهنايا غادي نطرسي هذا شاطتو يعني جوج متر قدكم جوج متر ولكن هذا راه ما تنساوش راه فيه العرض فيه بزاف العرض متر ولا اكثر باقي من متر ونص شوف فيه 75 فيه متر ونص فيه متر ونص المهم شوفوا فيا شتي القميجه باش تعرفوا القياس ديالها الطول ديال الكليانه الطول ياك الطول زائد الكمام صافي الا انا كنت باغي تخدموا بديك الطريقه اللي وريتكم الا كانت لبن ضعيفه هذيك راه متر ونص دير لكم قميجه مخيره كتحيدوا الكمام كتحيدوا العبارات الكمام هما الاول بحال دابا مثلا هذا هو متر ونص كتحيدي 60 سنتيم في الكمام وداكشي الاخر اللي شاطيك في الفوق كملوا كديريه ديري الطول ديال القميجه هذا لكم غنشدو غنتني على جوج انا راه البنات راه شنو دابا راه بدلت الصنف ديال الثوب راه بدلت الاتجاه ديال الثوب في الاول كيف فصلت هكذا دابا منين درت هكا داكشي علاش الثوب شاط ليا وما تنساوش هاد القميجه راه سامبل راه ماشي شي حاجه صعيب ماشي زعما ما فيهاش البانضات وفيها غادي نتني الثوب ديالي على حساب العرض اللي انا باغا ايه بغات جرس الجرس يا عيني الجرس يلا غادي نهبط باش 15 انا هبط ب 15 ومن غير الجرس من غير الجرس ربما غتحط النفخه هنايا غتحط النفخه تما يعني غنهبط ليها ب 8 صافي غادي نعاود نقلب غنخدم هنايا نخدم هنايا غادي نهبط هنا راه قد الثوب غنهبط ب 8 ما كنمسهاش 8 ما كنمسهاش وكنهبط ب 15 صافي 8 نساوها بحال ما كايناش اش غنعبر غادي نعبر سعود منين جبتها التركيز ديال الامام ناقص واحد واحد منين علاش نقصتو ها لا ابر الى قورنا حنا اصلا ملي كنعبروا التركيز كنعبروا ما خيتينش الكتاف ياك ملي كتخيطوا الكتاف راه كتنقص واحد سنتيم هاد 29 هادي البنات جبتها من التركيز ديال الامام غادي نشدها وغنقسمها على جوج تعطيني 14 شونس ها هي هنا ما غنمسوش ماشي بحال الكم العادي ياكي غادي نجي لهاد التحت غنقسم على جوج وغنهبط بواحد وغادي نطرسيه نطرسيها بالستيلو بحال هكذا صافي غادي نجي دابا اش غندير غادي نجي من هاد النقطه غادي نقور وغادي ندير ها غندور شوفوا نتوما على حسب الدوره اللي بغيتو هي الحاجه وحده ركزوا ليا على هاد البلاصه هادي هاد البلاصه هادي خصك تمشي شويه ديريكت
ماشي تجيو مقنده عليا ياك باش ما تجيكش باش يجيك يجيك تجيك نفخه زوينه صافي كتهبطي بواحد وكتجي طنص طرن وكتدوري بونجور هذا حبيبتي نوضي وترا كاين هستي صافي اش غندير غنخلي لها الطول كامل غادي نجي من هنا غادي نعبر الطول ديال الكود شحال عندها تما عندها 35 غندير ليها 3 نديروها 33 صافي غنسطرها وغادي ندير عليها الدوره ديالها سمو انا غنخدم ليها ب 24 20 19 زائد واحد الخياطه هي 20 يعني كنشد الدوره ديال الشبكه كلها في التصميم صافي يلا هنايا كنشد الدوره ديال الدراع كنقسمها على جوج وكنزيد ليها واحد عندي 19 غنخدم ليها ب 19 18 ما عندهاش هي اصلا الدراع بزاف صافي وكندي هاد النقطه لعند هادي بحال هكذا ديريكت ياك وكنجي حتى لهنا وكنقسم وكندخل بواحد باش كندير ديك الدوره باين كنجي من هنا كندير الطول انا عندي جرس البنات غنوريكم هاد الطريقه هادي المهم كتجي زوينه ديروا ليها الطول كامل صافي خلوها الطول كامل هي الحاجه وحده غادي نهبط شحال بغات في الجرس عندها في الطول 69 عندها هنا 65 يعني غادي ندير ليها انا في الجرس شحال باقي تمتوب بزاف باقي يلا غادي ندير ليها 42 نديرو 44 نديرو 44 في الطول صافي عندها هنايا 19 يعني هنا غندير ليها 16 ندير لها 16 مزيان وغنقطع كاينه دابا الكليانه اللي كتكون غليظه ياك وما كيكونش عندها الدرعان وكاينه الكليانه اللي كتكون ضعيفه وعندها الدرعان دول بلا البنات من هذه المنطقه ديال الدرع راه كدير الفضيحه خاصه ملي كتكون الكليانه كانت غليظه وضعفات راه معمر هنا كيضعف راه كيولوا عندها هنا دوك الجلود وهذوك الجلود الكليانه ما تحشموش منها هكا مسي والله العظيم اللهم تمسي اللهم تمسي ولا تصدقي راه كاينه الكليانه اللي كتجي لها مثلا لهنايا هنا راه كيبان لك مسنتر ولكن كتجي حتى لهنا وكتلقاي داك الحلحل هذاك الحلحل راه اش كيدير هذاك الحلحل راه ملي كتلبسي الكسوه كيجي حتى لهنا وكيحبس لك الكم ما كيبقاش الكم مازال يطلع ردوا البال صافي البنات نصيحه من وزاره الصحه يلا اشنو غندير دابا غنحيد هذا الطرف هذا باش ما يخربقنيش وغادي نمشي لديك البلاصه اللي هي هذه مسدوده هذه ياك وغنتنيها بحال هكذا يا هكا ولا هكا المهم غنحاول انني الناس لا يرروا لي هذا يرروا لي علاش جمعته لا مالي لا غادي نخدموا به غنخدموا به هذاك هو علاش غنبنيو لكم غادي نتني شوف البنات الثوب ديالي نتني على جوج غنعاود نتني على اربعه بحال هكذا صافي طريقه الجرس البنات اللي ما عارفينش الجرس ردوا البال غادي نشوف البلاصه العريضه نخدمها هنا نيت بحال نخدمو على هنايا ياك هنا مقاد ولكن واسع ولكن راه ناقص من التحت ناقص من التحت غنشد هذا شنو هذا هذا الدوره لكم على جوج هذه راه الدوره على جوج شتوها ما غنحلهاش لا غنخليها كنسدوده وغنعبر شحال فيها عندي فيها 16 غنقص ليها واحد 15 غتقلبوا البنات غتقلبوا لي على 15 هنايا فين جات ولكن بشو كاينين شروط اشنا هما المهم انا غندير انا غندير عيني ميزاني غنشوف واش عيني جابو شي دابا انا 15 ها هي عبرت 15 بلا هاد البنطه هادي ها 15 ها هي اشنو غندير غادي نجي لهنا وغنعبر عطاتني هنا 11 شونس وعطاتني هنا 11 ما بيعش صافي ما بيعش حاجه وحده الا عبرتي ليا هنايا هاد العبر هذا ها هو مثلا عبرتي كتقسي منه واحد نقول لكم علاش تنقصوا واحد عبرتي هذا العبار هذا ضروري 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 يجيك هنا هذه المسافه قدها قد هنايا الا ما تكون ناقصه تكون ناقصه بواحد سنتي ولا بنص سنتي تفاهمنا انا هذا غنطرسيه ديريكت ها هو ها بحال شكل ديال الكروش هذا دابا غنطرسيه غادي نجي للوسط وغنهبط بواحد نص سنتي وغادي ندورو ضروري كيدور هنا فاش تزاداتكم ديك واحد اللي نقصت من الدوره ديالكم صافي اشنو غندير غادي نشد هاد الكميم هذا شحال درنا فيه 44 درنا في الكم 44 اش غندير غادي نشد البنات 44
غنخرج 44 هكا ها 42 44 وين ماشي مشكل اشنو جبال لكم من هنا ماشي من هنا ايوا الحمد لله اللي مركزه معايا ياك عندي 44 ها هي 44 شفتوها ما كنحطهاش هنا كنحطها هنا يا اما هنا ولا هنا كنحطها هنايا في هذا وكنكمل لكم ديالي شحال عندي فيكم تما 69 25 انا هو هي تما الناس باغا تزيدي 25 والله يخلي بلا ما نزيدو شحال تما فيكم 69 ها 69 شفتوها بلا ما ندير عمليات النقص كاين اللي ما كتكونش قاريه 44 غادي ندير 69 ندير كاع انا 70 صافي ها 70 كاين 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 تبارك الله شفتونا صافي دكتور من 60 انا ملي كندير الفيديو اصبر ملي كندير الفيديو راه كنلوحو عندي في الواتساب يعني واخا الكليان ما كيتفرجوش فاسمو كاينين كيدخلوا كتبان ليها كسوته وكتدخل تفرج فيها المهم راه ماشي انا اللي قلتها هي نوريك دارها فين جات دات 70 شوفوا البنات خرجت هنا العبار ديالاش ديال الطول ديالكم ها هو هكا وهنايا درت 70 اشنو غندير دابا دابا هاني فراسي 70 هكا غادي نشد العدد واحد وغنجيبو من هنايا وغنحسب عطاتني 37 عطيني عندنا شي زهر هو انه تجيني خارجه من هنايا غنشد 37 ها هي 37 وغنشد وغندور بها وانا حاطه صبعي هنايا ولكن كنتمنوا باش ما يكونش الثوب ناقص من هذا اللي تحت هذا كندور 100% غيكون ناقص لا الحمد لله عندكم البنات الى نقص الى نقص غنشوفو كي غنديرو داكشي صافي عندكم البنات واحد النصيحه عندكم تجو تبداو تقطعو وانتيا ما متاكداش بانه راه البياسات الحتانيين كاينين مازال انا دابا راه منين غادي ندير هاد اسمو غادي نضرك هذا في ضعيف غادي نضركو يعني ما نديرش هنا جرس غندير لها شي عجب اخر ولكن تخيلوا معايا قطعتو وهنا مثلا ما شيتش ليكم فيه لكم وباقي تبعكم شحال من حاجه اشنو غديري مشيت شريتو باخر صافي الى لقيتيه واكيد انه ما غتلقايش هذاكشي اللي ما تلقايش صافي يلا دابا هذا زوين بالعكس زوين واعر كيعجبني من الجرس كبير هو هذا ديالي كيجي كلاس قبل ما كان ما كان ما كان اسمو غادي نحيد هذا الشيء هذا اللي ديفو هذا التخربيق هذا اش غندير غندير ليه بحال هكذا ما خصوش يكون داير ها ما خصوش يكون داير ها الا كان داير ها ارجمعيه وديريه في شي خنيشه ياك داكشي علاش قلت لكم انا قبيله هذا الغلط هذا الغلط هذا ديال العبار من هنا لهنا ها المشكل ديالو فين كتلقايه ملي كتني بحال هكذا كتلقاي واحد صغير واحد كبير صافي البنات ها هو الجرس ديالنا حيدناه دار فيه ربي التاويل باقي ديك اللعيبه البنده ديال القدام والعنق باش غنفينيو بالنسبه للبنده البنده راه عاديه ماشي شي حاجه غنفصلها هي فهاد البريسه هادي هكا كتكون ها باندا كتكون ها باندا غادي نفصلها بحال هكدا غنفصلها هكا نيت مسدوده ونقطعها من الوسط نورمالمون هي كدار فيها 6 غنديرو فيها 6 6 في 6 يعني غندير 6 في الفوق ها 6 6 6 راه ماشي فيكس صافي البنات 6 ماشي فيكس 6 راه كتبدل وبالنسبه للطول شحال عبرنا في الطول ديال هادي 24 عندنا فيها 24 يعني الباندا غنعبر فيها اكثر من 24 الباندا شحال قلنا فيها 24 غنعبر فيها نعبر فيها 31 لا لا كتزيدي ديك 6 سنتيم كاع 6 سنتيم كامله كتزيديها وغادي نقطع انا بتصديفات ها رميان ما بيشوفش يكونوا كبار صافي بال هادي ولا ما عرفتوش تجي ترصيوها هكا مسدوده ترصيوها محلوله المهم الغرض عندي انا هو انه هاد سته هادي ملي غتنا بحال هكدا خصها تعطيني 3 خصها تعطيني 3 وهادي راه قبل ما تخدم كيدار لها الفيزلين وكيدار لها المهم داكشي
ثلاثة مزيانة صافي البنات. بالنسبة لهادي كما قلت لكم الطول ديالها كيفوت هادي ديال الأمام، أمام مسدود الطول ديالها خصو منين نحطها بحال هكذا تفوت ليا هنايا، منين نحطها تفوت ليا هنا. علاش؟ باش كتحكمي فيها. تعرفي شحال الساعة؟ شحال الساعة البنات؟ خمسة. هادي باش كتحكمي فيها باش تعرفي كيفاش تسمو. صافي هادشي اللي كاين. بقى ليا العنق، العنق صافي غنفيني ليها باقي ليا العادي. باقي الا بغات الحزام هي ما غديروش صافي. غادي نجي لهنايا غنشوف شي بلاصه دايره وغندير فيها البيل. علاش بالضبط تكون دايره؟ حيت البيل كيتفصل داير صافي، وما تكونش دايره وما تكونش دايره. اللي هو داك اللي كاين في العنق. هو داك اللي كندير ليك ديما كنبقى ولبك صافي. كنعبر 4 سنتيم البيك، البي زوين واعر، هو واعر في الخدمه ولكن زوين بالنسبه للخياطه اللي كتقنو. هو واعر في الخدمه ماشي واعر، وانما المهم هي طيحي لي على قلبه صافي. اشنو كندير دابا انايا؟ كنطرسي اش 4، كنطرسي 4 سنتيم وغادي نقطعها. كاين اللي كيفصلو ديريكت، انا ما عمرني خدمتو ديريكت، ما عمرني انا خدمتو ديريكت، كنخدمو هكذا كيجيني واعر وكيجي زوين بهاد الطريقه. كيمشيو لبلاصه الدايره هي هي، كيمشيو هما دابا بحال دابا الثوب، الثوب كيخدموه في البلاصه الدايره. حنا علاش بينا نقلبو حنا؟ حيت بعد الخطرات ما كيشيتلكش الثوب اومبي، ما كيشيتلكش الثوب داير، اللهم كتجي لتحت وكديري انت الثوب كتغطيه هو اومبي، واش فهمتوني كيفاش؟ هو كتغطيه داير صافي وكديري فيه. ولكن هادي دابا انت قلتي توب اون بي، راه انا شفتو غير داك النهار فواحد السيده كتخيط في اليوتيوب، قالت ليهم شدوا التوب وقطعوه طويل. في نظركم التوب طويل غادي يدور مع الكليانه في عنقها؟ عمرو غيدور مع الكليانه في عنقها. يعني بنعطي المعلومه، انتم ان شاء الله غير يسهل عليكم الله وديروا مشاريعكم وديروا شغلكم، عطوا المعلومه عطوها بصدق. هادي هي الرساله انا اللي بغيت نخليها لكم، بلا ما يعطي المعلومه يعطيها بصدق. انا ما عنديش الغرض انكم تبقاو عندي ديما، شرط درتي عندها شهر وشهرين وخرجتي وقلتي ديك السيده الله يرحم ليها الوالدين بركه، ولا تبقاي جالسه عندي هنا 4 سنين وما شدتي حتى حاجه، راه كتبقى تبعك النعله ليوم الدين. راه بنادم يدير خدمه، حتى في المواقع، حتى في هاد السوشيال ميديا ولا داكشي، بنادم يدير خدمه نقيه ولا بنادم ما يدير والو وصافي البنات. المهم هادشي اللي كاين. ان شاء الله الخياطه تبين خيطو لكم، ما بقاش الوقت ولكن انا نوريكم دغيا. ها واحد اللعيبه دغيا خفيفه بالنسبه لعطوني الباندات هادو راه ضروري خصهم يضربوا بالفيزلين، ياك ديروا الفيزلين ماشي الرقيق، ديروا داك الفيزلين الغليظ داك ديال الطرز، هادي كيدلها الفيزلين. بالنسبه للفيزلين راه كتمشي عند الحانوت كتقول لي عطيني الفيزلين، وفي واحد البلاصه اللي كتبري هي اللي كدافل لتحت وكتسمو صافي وكيطرص بحال هكذا. قبل كنخيطوها، نعطيكم غير معلومه وصافي. كتخيط كيتخيطو ويتقلبو باش ملي تحطو عليهم كيتخيطو. بنتي هادي بحال عوجه شويه وكنحلو سميتو كان... لا ما كاين لا سميتو لا ما سميتو، غادي تشوفيني نخيطو. الا قلتي يا سميتو غتفرجي على البياسه. هذا غادي نخيطو لكم غدا ان شاء الله باذن الله، الا كاينه في الحياه غنخيطو لكم قدامكم. وغادي ندير لكم طلبه في اليد، لا غندير فيديو قدامكم، غندير فيديو قدامكم. ما كتكونيش باش نتفرجي المهم غادي ندير لكم غدا ان شاء الله، وغندير لكم الطلبنده ديال اليد باش حتى هي ديروها ليا، وكل وحده فيكم غتجيب ليا البنده ديال اليد وغتجيب ليا العنق صافي. الله يسخر، يلا السلام عليكم.